I am ready for battle. I am ready for war. المهم اخوتي هادو هما المعدات اللي غادي نحتاجو باش غادي نخدمو هاد لي زالتير. هنا الرملة عندنا داك الحجر من النوع الكبير، عندنا واحد زوج كوادز تاع الحديد، هاديك القرافاش غادي نعمرو، عندنا الرملة السيما، واهم حاجة هو الميزان باش غادي نجيبو داكشي عبار. غادي نخلطو السيما مع الرملة كما كتشوفو، غادي نزيدو الحجر مع الرملة والسيما باش يجيونا تقال في الميزان. المهم بعد ما عمرتها وزنتها جات فيها 10 كيلو ونص كما كتشوفو، ولكن الميزان غادي يتبدل. كما كتشوفو من بعد ما زدت داك القادوس زادت في الوزن ولات فيها 11.800 غرام، يعني زاد تقريبا 1 كيلو و300 غرام. ها انتم اخوتي هذا هو الشكل النهائي ديالهم كما كتشوفوا، وهنا لابار فيكس اللي قلت لكم عليها انا درتها. انتم تشوفوا في جد احنا بديت نسبق فيهم، كما كتشوفوا فاش وزنتهم جات فيهم في الوحده 21.1 كيلو. هذه البوسطه جات فيها 10 كيلو و300 غرام، نفس الميزان كيفها كيف حطها. وهذوك واحد الزوج اخرين فيهم جوج You got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a